الخميس 14 تموز 2022 نهار مميز من مخيم البداء التابع للكنيسة الكلدينية بلبنان يلي بيضم أكثر من 250 طفل من اللاجئين العراقيين واللبنانيين. مثل العادة نهارنا ببلش بالصلاة قصة عن يسوع وبيكمل بحماس وتحدي وصرخات قوية. بس اللي ما كانوا عارفينه انه نهار كبير ناطرهم، العاب مائيه وتطريش واكيد كله بروح رياضيه. لكن انتوا هلا صرتوا جاهزين؟